بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الطلبة الكرام، يتجدد اللقاء ضمن هذه المحاضرة الثانية لمنهجية إعداد مذكرة ماستر وأطروحة دكتوراه، وهذه المحاضرات طبعا موجهة خاصة لطلبة السنة الثانية ماستر في حقل العلوم القانونية والإدارية والسياسية وفي كل التخصصات الأخرى الإنسانية وكذا التقنية. لذلك فكل من هو بصدد إنجاز مذكرة ماستر أو إعداد أطروحة دكتوراه، خاصة الذين هم على وشك إنهاء الأطروحات فإنه يهمهم أمر هذه المحاضرات. أتمنى أن يكون الطلبة معنا لأن الوقت السادس. أرى التعليقات لم ترد بعد. اللي راه معنا يبعثوا لنا التعليق باللي يوصل الصوت سليم والصورة سليمة باش نوصل إن شاء الله. إذن نشوف الزملاء. الدكتور لصيف عبد الوهاب مشكورا، ابعثوا لنا التعليق فقط إذا الصورة والصوت واضحين، وصلوا مباشرة الشرح ريثما يلتحق الطلبة الكرام، وحاولوا تبارتاجيو للزملاء كامل. شكرا. إذن قلت بأن مذكرة الماستر هي المذكرة الأكاديمية التي ينجزها طالب الطور الثاني في السداس الرابع، وهي مهمة جدا باعتبار أن معدل السداس ككل متوقف عليها. لذلك فإن إعدادها على نحو سليم من الأهمية بمكان من أجل الظفر بتقييم جيد وممتاز من لجنة المناقشة، والطالب الباحث حتى يقيم بشكل جيد ينبغي عليه أن يكون حاضر الذهن، حاضر المنهج، حاضر العقل، حاضر الوسائل المطلوبة في الإنجاز من أول البحث إلى آخره، من أول البحث إلى آخره. إذن كاين واحد يقول لي الصوت واضح، نتمنى التعمم. راح نوجه دعوات لكل الأصدقاء وهما أيضا يشاركون العملية باش إن شاء الله تكون الاستفادة أكبر. قلت بأنه حضور الباحث في كل مراحل إنجاز المذكرة الجامعية أو الأطروحة من الأهمية بمكان. ذلك أننا لاحظنا أن جل الطلبة والباحثين عندما يقع خلل في جزء محدد من المذكرة فإننا نقول له في لجنة المناقشة بكل بساطة: أنت لم تكن حاضراً في هذه المرحلة من الإنجاز، لم تكن حاضرا سواء من حيث التركيز الذهني في إنجاز أفكار المذكرة وفق ما هو مطلوب من الناحيتين الشكلية والموضوعية. أنت لست حاضرا ربما لأنك لم تركز جيدا مع المصادر والمراجع وقمت فقط بكتابة كل ما تجد أمامك، لذلك وقعت في أخطاء
علمية فادحة قد تصل حتى إلى الإخلال بالأمانة العلمية في المذكرة أو الأطروحة. أنت حاضر أيضا لأنك لم تجد مثلا المادة العلمية الكافية لتغطية ذلك المبحث أو الفصل من المذكرة والأطروحة، وبالتالي قمت بإحضار كل ما هو موجود من الأفكار ذات الصلة بموضوعك وأدخلتها وقمت بعملية الحشو في مختلف العناصر، لذلك تكون النتيجة غير مرضية بالنسبة لعملك أمام المشرف وأمام لجنة المناقشة إذا عرض بتلك الصفة. لذلك حضور الباحث واهتمامه الشخصي، وهذه حاجة ثانية مهمة اللي نوصي بها الباحثين والطلبة الكرام، الحضور الشخصي للباحث في مختلف مراحل إنجاز المذكرة الجامعية وأطروحة الدكتوراه من الأهمية بمكان. فأنت لو حضرت في كل خطوات إنجاز مذكرتك وخطتك 100% في الجامعة وفي المكاتب، وتنقلت من أجل إحضار المصادر والمراجع، وقمت بالتواصل مع الباحثين، مع المشرف، مع الخبراء، مع أساتذتك، وزودوك بكثير من المصادر والمراجع، أنت في اللحظة التي تغفل فيها عن متابعة عملك بنفسك مثلا في مرحلة كتابة المذكرة وتحريرها، تلك المرحلة يمكن أن تولد أخطاء فادحة تتحمل مسؤوليتها أمام لجنة المناقشة يوم المناقشة بإلغاء العمل في مجموعه أو تأجيله أو المطالبة بإعادة النظر في المحتوى الذي كتبته والذي لا يكون ملائما أبدا مقابل الجهد الذي قمت به. لذلك أنا أوصي الطلبة الباحثين في المذكرات الأكاديمية أن يشرفوا بأنفسهم على عملهم الأكاديمي والعلمي. لازم أنت اللي تحضر، حتى اللي يكتب لك معليش مثلا تربح الوقت يكتب لك، لكن المراجعة النهائية يجب أن تحضر أنت وتراجع عملك بنفسك، ويجب أن تقرأ بحثك كلمة كلمة وتصحح بحثك بنفسك وتتأكد من الأفكار التي دونتها بأنها كتبت بشكل صحيح. نجد بعض الطلبة للأسف يقومون بجهد رائع طوال مراحل إنجاز المذكرة، ولكنهم في النهاية يتركون العمل يذهب هكذا هباء منثورا من خلال السماح لطرف آخر بكتابة المذكرة ونقلها على نحو غير سليم. هناك حتى تجاوز للمطالب، تجاوز للفروع، ممكن ينسالك فرع، ممكن ينسالك صفحة فيها أهم النتائج، ممكن ينسالك صفحة فيها أهم الإشكالية الهامة التي تطرح في مدخل المبحث ولا المطلب، ممكن ينسالك الخطة التي تنبني عليها الجزء المعين، ممكن يحرف لك أيضا في الكلمات كلمة أنت تقصد معنى وكلمة معينة وهو يكتب شيئا آخر، وبالتالي تجد نفسك في حرج شديد. وكثير من الطلبة يوم المناقشة يقول لك خطأ مطبعي يا أستاذ، والله اللي كتب لي هو اللي غلط. لا، يوم المناقشة الباحث هو من يتحمل المسؤولية الكاملة لوحده. كي تحط هذا في ذهنك أيها الباحث وتعرف باللي أنت اللي تحمل المسؤولية التامة يوم المناقشة أمام لجنة المناقشة، حتى المشرف اللي معاك مشرف يتحمل جزء من المسؤولية
من الناحية المعنوية في المثالب أو التقصير الذي تختلف فيه وجهات النظر، وربما لا ينصحك المشرف باتباع النظرات الراجحة في 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 إعداد البحث. فالاختلاف أيضا في وجهات النظر أحيانا يولد إشكالا كبيرا عندما لا ينتبه الباحث، ومن ثم لا ينتبه المشرف ربما إلى إرشاد الباحث من أجل أن يؤسس للأفكار والنتائج التي هي محل اتفاق وإجماع، والتي منها يستند إلى النتيجة التي يقررها هو. هناك فرق في هذه النقطة طبعا بين طلبة الماستر وطلبة الدكتوراه. طلبة الماستر، ما هو مطلوب منكم يا أبنائي ليس أن تؤسسوا لنظريات أو تحقيق نتائج كبرى، أنتم مطلوب منكم فقط أن تنظموا مادة علمية موجودة، أن تنظموا مادة علمية كائنة في المصادر والمراجع، وتخرجوها على نحو سليم طبقا لما درستموه في العلوم المنهجية. إذن هذه نصيحة مهمة جدا جدا، الحضور بالنسبة للطالب من أول يوم إلى آخر لحظة من إنجاز المذكرة، واللي نقول لنا ديما الطلبة التعب لآخر لحظة في إنجاز المذكرة يوم تودعها في المكتبة الجامعية لاستلام الشهادة. وبعد ذلك تجي المرحلة الأخرى، وهو محاولة تنقيح ذلك العمل لتطويره مستقبلا. لكن أهم حاجة أنك تبقى تتبع العمل تاعك وتسهر على سلامته إلى آخر لحظة من إلى آخر لحظة من إنجاز إيداعها. ومن ثم عندما نعود إلى المناقشة وتزودنا لجنة المناقشة بتوجيهات وملاحظات علمية دقيقة، أسهر أيضا على إدخال كل الملاحظات بعناية شديدة، حتى إذا أعطوا لي الشهادة وقيموني وعطوا لي العلامة وقالوا لي مبروك عليك، لكن أنا كنروح للدار لازم نسترجع ما كتبته أثناء المناقشة، كل الملاحظات العلمية نسجلها نقيدها ونمشي للمشرف يزيد هو يشوف كل شيء مزيد لملاحظات. ومن ثم عندما يطالع تلك الأطروحة أو المذكرة فإنهم يستفيدوا منها وتقل العثرات. الأخطاء ديما موجودة ولكن تقل، وتحمد تلك يحمد ذلك العمل. إذن عندما ننظر إلى مذكرة الماستر طلبة الكرام، نجد أنها تتكون من أقسام، وهذه الأقسام هذه مهم جدا أن تقوم وتتوفر، هي بمثابة أركان، هي بمثابة قواعد وأسس في العمل العلمي الأكاديمي. إذا غاب عنها أو منها عنصر أو قاعدة واحدة فإن العمل يمكن حتى أن يصل إلى الإلغاء وإلى التأجيل وإلى التعليق وإلى المطالبة بإعادته من جديد، سواء من طرف المشرف على المذكرة والأطروحة أو من طرف لجنة المناقشة التي لا يمكن أن تتسامح. لذلك عندما نتحدث عن الصفحة الخارجية وعن المقدمة وعن المتن وعن الخاتمة وعن الفهارس وعن الملاحق إن وجدت وكانت لها أهمية، عندما نتحدث عن هذه العناصر فإنها عناصر هامة قد لا تجد بعضها في الكتب العادية التي تباع وتشترى من أجل زيادة الثقافة أو زيادة المعلومات. الباحث والكاتب كما قلت في المحاضرة الأولى هو حر في اختيار الطريقة المناسبة التي يؤلف بها. أنت أيها الباحث قلت لك لست ملكا لنفسك، لست حرا في كتابة ما تريد وما تشاء، بل أنت خاضع من الصفحة الخارجية إلى آخر ما تكتب للقواعد العلمية المنهجية المقررة. نبدأ بالصفحة الخارجية.
الصفحة الخارجية مثل ما هو معروف تصممها كل جامعة وكل كلية وفق ما هو مشترط في القرارات الوزارية الواردة بهذا الشأن. طبعا في مذكرة الماستر نذكر دائما هنا في الأعلى في الوسط نذكر الوزارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. طبعا كاين بعض الأساتذة يرفضوا هذا الأمر، يقول لك نسمي الجامعة. أنا ننصح الباحثين نقول لهم ما تنساوش باللي الآن معظم القطاعات في التكوين كاين مراتب عليا عندهم أيضا ويأسسوا المذكرات. لذلك باش نفرقوا بين مذكرة وأطروحة التعليم العالي ومذكرة وزارة مثلا الدفاع الوطني، عندهم ضباط سامين مطلوب منهم يديروا مذكرات في 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 رتب عالية، المديرية العامة للأمن الوطني أيضا، قيادة الدرك الوطني، وزارة التكوين المهني، وزارة التربية الوطنية في 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 التربصات في المستويات العليا يطلبوا منهم مذكرة. لذلك أنا مع التوجه الذي يوجب على الباحث أن يدون الوزارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحطوها. شوفوا هنا الخط تقريبا باش يكون مناسب، يكون في حدود خط 28 مثلا، 26 إلى 28، ويكون في الوسط تحتها مباشرة اسم الجامعة. إذا احنا نقولوا هنا يا باش تكون عامة لكل القطاعات، حتى القطاعات الأخرى تقدر تستفد من الحصة هذه. نقولوا هنا نحطوا تسمية الوزارة، وإحنا عندنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحتها مباشرة بنفس حجم الخط نضع تسمية الجامعة، جامعة عباس الغرور خنشلة، جامعة الحاج الأخضر مثلا باتنا، جامعة قسنطينة واحد، جامعة سكيكدة مثلا، جامعة تمن راس، جامعة أضرار، جامعة عنابة. ثم بعد ذلك على جهة اليمين، لاحظوا على جهة اليمين عندما أقرأ أنا على يميني نكتب إلى الأعلى اسم الكلية مثل ما سماها المرسوم الصادر، مثل ما سميتم الجامعة وخضعتم للمرسوم الصادر بشأن تنظيم تلك الجامعة وكليتها. نحطوا كاين بعض الطلبة سمحهم الله كما احنا في الحقوق والعلوم السياسية الكلية اسمها الحقوق والعلوم السياسية، نتفاجئوا حتى نهار المناقشة ولا نهار اجتماع فريق ميدان التكوين باش يوزعوا له اللجنة، اروح الطالب تعاود لاباج دو كارد تاعك الغلاف الخارجي واش هو الاشكال. نلقاو هنايا يسميها كليه مثلا العلوم القانونيه والاداريه، نقول له راك يا طالب راك ما التزمتش بالتسميه. مثلا الان جامعه خنشنا من 2012 جامعه تتكون من 6 كليات، المرسوم سماها كليه الحقوق والعلوم السياسيه، إذن انت مطالب ان تخضع لتسمية المرسوم وهو كلية الحقوق والعلوم السياسية. لو كنت تحط حاجة أخرى يردوها لك ويقول لك أنت مجبر أن تعيد الصفحة الخارجية فيها خلل كبير. بكري في السابق قبل ما نطلعوا جامعة كان معهد العلوم القانونية والإدارية، نحطوا معهد العلوم القانونية والإدارية ونذكروا طلبة الليسونس كانوا يديروا مذكرات كان يسمي معهد العلوم القانونية والإدارية. إذن نلتزم بتسمية الجامعة، تسمية الكلية، وتسمية القسم مثل ما وردت في المراسيم القانونية المنظمة لذلك. إذن نشوفوا هنا مثلا كلية العلوم الإنسانية، هذه بالمناسبة أطروح الدكتوراه اللي أمامي، لذلك راني نشرح منها معليش من بعد إن شاء الله الحصة القادمة نجيب مذكرة ماستر من المذكرات الأخيرة التي أعدت ونزيد نستعين بها، لكن عادة أطاريح الدكتوراه تكون أكثر دقة وأكثر صرامة في التنظيم. لذلك نقول مثلا كلية الحقوق والعلوم السياسية أو كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، هذا ما يقدرش حتى يسبق الإنسانية على الاجتماعية، لازم يخضع للتسمية مثل ما هي موجودة. إذا كان الاجتماعية والإنسانية حطها هكاك، إذا كان الإنسانية والاجتماعية تحطها. لذلك حضور الباحث مهم في كل المراحل، حتى لاباج دو كارد تاعك لازم انت اللي تراقبها وانت اللي تقرر وتكون متابع
للكاتب الذي يكتب لك. وأنا دائما أنصح الباحثين، يعني كتجربة، أنا في الماجستير تعبت، نتذكر تعبت، لأنه كتب لي الغير: وصدقوني الفترة التي قضيتها في مراجعة المذكرة وتنقيحها بنفسي أكثر من فترة كتابتها. تلقى الأخطاء في كل صفحة بالعشرات، أخطاء إملائية، أخطاء نحوية، ما بالك باش تروح تلحق الأخطاء العلمية وتبدأ تعالجها. مشكل كبير، تلقى أسطر ساقطة، غير مكتوبة، فقرات ما كانش، صفحات ما كانش. إذن مهما يكون اللي يكتب لك يستحيل يحل محلك. لذلك أنا ننصحكم الطلبة لازم تديروا تكوين في الإعلام الآلي. أي طالب يكون تكوين في الإعلام الآلي ويعرف، هو لأنه يكتب هو العمل تاعه ويناقش ويدقق فيه ويراجعه مليح، ما تكونش الأخطاء القاتلة اللي يسميوها الأخطاء التي تتعب الباحث وتجبره على إعادة العمل من جديد. إذن هنا الكلية تحتها مباشرة نحطه قسم. عندنا احنا مثلا في كلية الحقوق والعلوم السياسية زوج أقسام: قسم الحقوق إذا كان طالب العلوم السياسية يحط قسم العلوم السياسية مباشرة. كاين بعض الجامعات عندها عرف الكلية يحطوها تحت الجامعة، وهنا يبدأوا بالقسم أيضا، ما كانش إشكال. إذا كان الجامعة علقت الصفحة الخارجية وأوصت الطلبة بذلك فلا بأس بذلك. إذا نحطوا القسم كما سماه المشرع: كاين قسم العلوم السياسية، كاين قسم العلوم، قسم التكنولوجيا، قسم الأدب العربي، قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الفرنسية مثل ما هي. ما تروحش أنت تسمي هكذا، قال فرنسية تروح تسميها كما بغيت أنت. لا، التسمية لازم تكون مثل ما هي صادرة في القرارات والمراسيم المنظمة. الآن نروح للنيابة. دائما ما يقابل القسم تقابله النيابة المشرفة على استلام المذكرات. في طور الدكتوراه نجد دائما نيابة المديرية أو العمادة في الكليات، نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي سابقا، والآن نيابة العمادة للدراسات لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية. في الدكتوراه هذا هو اللي يتعامل الطالب، كي يجيب الأطروحة ما يروح تلجها في الكلية، يروح يدعها في النيابة هذه، لأنه هذه النيابة هي المسؤولة عليها من النهار الأول. من اللي ينجح ويسجل على مستوى الإدارة المركزية، الملف ينزل لهذه النيابة، هي اللي تبرمج له الأساتذة اللي يقريوه البرنامج، تعطي له التسجيل كي يجي من المديرية المركزية، تتصل به، تطلب منه الحضور للحصص، تطلب منه المواعيد، كل شيء في هذه النيابة. حتى الأطروحة باش تتعرض للهيئات العلمية للمناقشة، لتحضير لجلسة المناقشة، أيضا لازم تفوت على النيابة هذه. طلبة الماستر الأعزاء، أين تذهبون؟ هل تذهبون إلى هذه المصلحة؟ هذه إن شاء الله نطلب ربي تنجحوا إن شاء الله في الدكتوراه، وليس ذلك على الله بعزيز لكل جاد. حتى أنتم ما ديروا من الآن النجاح في الدكتوراه كهدف استراتيجي توصلوا له إن شاء الله. كي تلحق الدكتوراه تروح هذيك الساعة لنيابة العمادة للدراسات بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية. أنت الآن تذهب إلى النيابة المكلفة بمتابعة الطلبة في الطورين الأول والثاني، اللي هي نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بشؤون الطلبة. هذه موجودة بجانب، دائما عادة تلقاها لاصقة بجانب ميدان التكوين والأقسام. رؤساء الأقسام تلقاهم مع بعضهم، ونائب العميد للدراسات وشؤون الطلب المسائل المرتبطة بشؤون الطلبة، ومسؤول الميدان وفريقه يكونوا ديما في رواق واحد أو في جهة واحدة لمتابعة مختلف الشؤون البيداغوجية للطلبة، ومن بينها استلام المذكرة أيضا من أجل تحويلها إلى ميدان التكوين. وفي حالة حصول الاجتماع النهائي لتقرير مدى صلاحية المذكرة، يعني نقول لكم لتقرير مدى صلاحية المذكرة من الناحية الشكلية، أو راح يجتمع ميدان التكوين مع رؤساء الأقسام مع النائب بتاع البيداغوجيا، ولو كان يلقاو مثلا طالب ما داش خلاص لاباج دو غارد،
يفتح واحد من اللجنة هذه يفتح ما يلقاش مقدمة أصلا، والمشرف ملي للأسف ما انتبهش. يكون جا عنده الطالب ودار فيه الثقة وقال له هيها المشرف ولا نروح نديرها. وكاين مشرفين يثقوا في طلبتهم، كي يقولوا الملاحظة فرد مرة ما يعاودهاش، ولكن يوم المناقشة حذر يا أيها الطالب، ممكن التصرف هذاك تاعك يخلي المشرف يتنازل عليك. المشرف يوم القيامة، يوم قلت فعلا هي المناقشة كأنها قيامة الطالب الصغرى، يوم المناقشة تخلي المشرف هذاك يتبرأ منك، وهذه أكبر يعني كما نقولوا احنا ضربة للطالب الباحث، أنه يوم المناقشة يتنازل عليك المشرف تاعك، واللي هو بعد ينتقدك ويتبرأ منك للأسف، ويتسبب في رسوبك ولا في تحصيلك لنتيجة غير مرضية. وكاين بزاف طلبة للأسف والله حضرنا، أنا شخصيا كعميد كلية وكأستاذ قديم في الكلية نشفى، كاين مذكرات والله ما قدرت نحضرها، تجيني اللجنة للمكتب تجيب لي حقائق مثلا سرقة علمية للأسف لطلباتنا، ولا تجيب لي خلل منهجي جسيم وتقرر اللجنة بتأجيل العمل. تصوروا هذاك الجو في المدرج اللي ينتظر الطالب جاي لابس أحسن الثياب ومع أهله ومع أصدقائه، وأعلن في الفيسبوك وفي كل الوسائط الاجتماعية منذ أسبوعين باللي مناقشتي يوم كذا، ويفاجأ بالسيد الرئيس يصعد إلى المنصة ويتلو محضر بتأجيل وتعليق العمل والتأسف لحال العمل والمذكرة، ويديروا فيه مزية، يديروا فيه مزية إذا ربطوها له بوقت وعينوا له واحد من أعضاء اللجنة مع المشرف باش يتبعوه يعاود، هذا إذا داروا فيه مزية. أما إذا كان الغول العمل بشكل نهائي فتلك هي المصيبة الكبرى التي لا نتمناها لأي باحث أن تحصل له. لذلك أقول لكم أيها الطلبة، لا تسقطوا أي عنصر من العناصر الأساسية في المذكرة. أحيانا الطالب يجي يعدل المذكرة تاعو كامل ويجي للصفحة الخارجية ويعمرها بالأخطاء الجسيمة، يخلط يجيب القسم في بلاصة النيابة، يجيب الكلية في بلاصة الجامعة، يهبط الجامعة. علاه تخلي روحك تروح عند مسؤول النيابة يقول لك روح عاود دي وليدي، روح ارجع عند المكتبة السيد اللي طبع لك يعاود، والإعادة تروح تلقى 30 واحد يستنى، ممكن تزيد تضرب 3 أيام، تجي تلقى الأجل الأولى فاتتك تولي في إشكال. لاحظوا معي، إذن هنا النيابة، إذن بالنسبة لطلبة الماستر يتوجهوا لنيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بشؤون الطلبة، احنا عندنا في 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 في, في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خنشلة الدكتور المحترم سي عرشوش سفيان هو رئيس هذه النيابة، هو النائب. وكاين بعض التقاليد وين يكثر الضغط على النائب في المهام تاعو، خاصة ان نهاية السنة تكثر عليها الالتزامات بزاف، هنا نوليو نفتحوا المجال، ممكن نعيطوا المسؤولية التخصص يشرف عليهم النائب ومسؤول ميدان التكوين ومسؤولي الشعبتين، ويتعاونوا كل تخصص يستلم المذكرات المعنية به. وهنا الطريقة هذه أيضا، من اللي جاء فريق ميدان التكوين جول الكليات على المستوى الوطني تقريب وظفتها، ونلقاو هذاك التعاون. بالعكس زدنا طلعنا حتى رؤساء الأقسام ومساعد رؤساء الأقسام في العملية، وتلقى جو رائع من التعاون والتنسيق بين تلك الأطراف. وحتى الاجتماعات اللي تتم ومن بعد كي تكون حاجة كبيرة تزيد تفوت للجنة العلمية للقسم من أجل الفصل فيها أو التقرير فيها. إذا لاحظوا هنا، يا نكون كملنا الشق العلوي من الصفحة الخارجية، نهبطوا للشق الوسط. في الوسط واش نلقاو؟ شفاو مليح يا طلبة، تلقاو ديما أمران مهمان، تلقاو العنوان. العنوان يجب أن يكون بخط كبير يلحق، حتى شوف يقول لك عينك هي ميزانك. إذا كان العنوان طويل هاك تقسمه في سطرين، كما هذه نظام العقوبات في التشريع الجنائي الجزائري والشريعة الإسلامية تاع الدكتورة المحترمة بنكي نجاة التي نحييها من أفضل أساتذة كليتنا. هذه الأطروحة
أشرفت عليها، والدكتورة القادرة من أحسن الأطروحات الجامعية التي أنصح طلبة القانون الجنائي بقراءتها والاطلاع عليها، وأدعو الأستاذ كذلك لما لنشرها وإعادة صياغتها في مؤلف تفرز فيه ما تراه مناسب في هذه المرحلة وتدخل عليه التعديلات. إذن قلت بأن هذا العنوان مثلا طويل نوعا ما، شوفوا الأستاذة دارته في سطرين ونصف. إذن الخط كي نشوف أنا هكذا بالعين نقول لكم حتى تقريبا حوالي 58 مثلا. لو كان يكون العنوان صغير في سطر واحد تقدر تلحقو حتى 70، يجي في سطر واحد كبير بزاف ولا يتقسم الى سطرين ايضا ما كانش مشكل. اذا تشوف بالعين كي تلقى العين تاعك انت كباحث الراحه في الصفحه العامه كي تشوفها من بعيد تبان لك باللي مريحه، ذلك هو المطلوب. العنوان والعنوان راح نرجعوا له ان شاء الله، نرجعوا له كي نكملوا لاباج دو كارد ونكملوا الاهداء والشكر وقبل المقدمة بربي إن شاء الله نرجعوا للعنوان، لأنه فيه ما يقال لازمني محاضرة كاملة باش نقدروا نكملوه باش الطلبة ما يغلطوش. انتم درك على بالي راكم خيرتوا العناوين وخلاص صادقت عليها ميدان تكوين اللجنة العلمية للقسم، لكن الطلبة اللي راهم يتابعونا في الليسونس والماستر اللي راهم جايين مهم جدا يعرفوا قيمة العنوان وكيف ينبغي لهم أن يصيغوا عناوينهم على النحو السليم. لاحظوا دائما تحت العنوان نلقاو صفة الأطروحة، نسميها أنا اكتبوا صفة الأطروحة، صفة المذكرة، صفة العمل الأكاديمي. هذا وشن هو؟ هل هو مذكرة ماستر أو أطروحة الدكتوراه؟ أطروحة الدكتوراه هل هي أطروحة الدكتوراه علوم أو أطروحة الدكتوراه الطور الثالث؟ إذا كان جماعة تاع الماجستير اللي مازال كاين حتى منهم اللي ما ناقش مثلا، هنا نشوفوا ماجستير عادية ولا ما في إطار مدارس الدكتوراه. هي هذه تاع الدكتوراه أيضا عندنا في الكلية بن عمران سهيلة، الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية، هذه أيضا راهي مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه. ومدرسة الدكتوراه لو كان مازالوا كاينين المدارس الدكتوراه، التصميم تاع الغلاف الخارجي بدلوه شوية، لذلك ما نقدرش نعرضوا عليكم أبناء الطلبة لأنه راح نخلط لكم شوية الأمور. لو كان مازالت مدارس الدكتوراه ربما نتعرض ليه لطلبة مدارس الدكتوراه، لكن معليش نمشيو بالنمط هذا. لاحظوا قلت باللي نشوف تخمم أنت إذا كان العمل يقتضي منك فقط إنجاز العمل وتنجح، هنا أنت مجبر أن تكون كلمتك هنا أو ما تكتب هنا أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم تخصص القانون ولا الشريعة والقانون مثلا. هنا علاه؟ لأنه في دكتوراه العلوم الباحث كي يسجل الدكتوراه ما عنده حتى مقياس يقراه، ماهوش كيما الماجستير عنده سنتين نظريتين ولا سنة نظرية ولازم ينجح في 8 مقاييس ولا 10 باش يفوت المذكرة. ثم نقول له مذكرة مكملة، إذا كي تكون عندك المقاييس اللي لازم تنجح بها باش تفوت تزيد المذكرة كمقياس كما راه الماستر، نقول له مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون دستوري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علوم الطبيعة والحياة تخصص البيولوجيا النباتية مثلا ولا البيولوجيا الحيوانية ولا مثلا في العلوم والتكنولوجيا، باش ما ننساوش خوتنا تاع التكنو وغيظهم الحال، خاصة أنهم الله يبارك جهدهم كبير والعدد كبير والتخصصات كبيرة. نقول مذكرة لنيل شهادة الماستر في مثلا العلوم والتكنولوجيا تخصص مثلا الهندسة الميكانيكية، تخصص الرياضيات، تخصص الفيزياء، تخصص الإعلام الآلي، نروحوا للأدب العربي أيضا. مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الأدب العربي تخصص مثلا الأدب الحديث، الأدب المعاصر، الأدب الشعبي،
نروحوا اللغة الفرنسية كيف كيف، اللغة الإنجليزية كيف كيف، المهم الطالب ديما يذكر التخصص الكبير ومن بعد يدقق. احنا عندنا مثلا في الحقوق عندنا أربع ماستر مثلا، وواحد في العلوم السياسية، نروحوا لخوتنا في العلوم السياسية مثلا نقول له مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية تخصص مثلا الدراسات الاستراتيجية والأمنية مثل ما هو موجود عندنا. إذن هذا مهم جدا طلبة، ما تروحش تكتب انت كي تحط روحك كيما طالب دكتوراه العلوم اللي ما عنده حتى مقياس راح ينجح به، بالإضافة إلى الأطروحة يروح هو يدير أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في تخصص كذا، تروح انت تكتب مذكرة ماستر مقدمة لنيل. لا لا، انت خاطئ، انت مخطئ في هذا. انت عندك ثلث سداسيات لازم تنجح فيهم، واللي عنده تربص او لازم يزيد يجيب التربص، اذن اشكال كبير، لازمك تكون منتبه، لازمك تحط مكملة. اذن هذا المصطلح اللي هو مكمل يجب ان يقيد. نروح الان كيف كيف الجهة اليمين تاعي وانا اقرأ، لاحظوا نحط هنايا نجذب الجهة اليمين اعداد الطالب، اعداد الطالبة، وفي الدكتوراه نزيد الطالب الباحث، الطالب الباحثة، ونحطوا يشوفوا، ونعطي لكم قاعدة في أطاريح الدكتوراه وفي مذكرات الماستر. إذا بدينا باللقب وهو المحبذ نبدأ باللقب، إذا بدينا بالاسم نبدأ بالاسم. ما يصلحش نقول هنا بن مكي نجات وهنا نحط الطاهر زواقري، لا، حطيت بن مكي نجات كباحثة صاحبة الأطروحة، المشرف تاعها زواقري الطاهر، نحط زواقري الطاهر. إذا حطيت نجات بن مكي نولي نحط الطاهر زواقري. إذن فنبدأ باللقب والاسم في كل الحالات. وكي تكون اللجنة مثلا الجامعة تعبتنا مثلا عندهم نظام أنه الطالب الباحث يدفع ثمن نسخ من اليوم الأول قبل ما تتعرض للمجلس العلمي. هذه طبعا داروها كإجراء أولا باش الباحث يكمل البحث تاعو نهائيا، لأنه مع الأسف كاين صرات لنا في كل الكليات أحيانا الطلبة تاعنا يجي يدفع لك نسخة للمجلس العلمي والهيئات العلمية، يدير اللجنة ويروح يضرب 6 شهور 8 شهور حتى نعودوا نحوسوا عليه، وراه فلان وراه المذكرة، حتى لجان المناقشة نبلغوها تنتظر هذيك الأطروحة ما تمشي لهاش، يوليو يسقسي ويقول لك وسرى للسيد، وسرى للسيد. لذلك الباحث لا يقوم بهذه التصرفات أبدا، أنت لا تدفع الأطروحة والمذكرة إلا إذا أنهيتها. معليش اسبوع تزيد اسبوع 10 ايام باش دير الترقيعات هذيك والتحسينات النهائيه في المرحله هذيك قبل ما تفوت الهيئات ويعدوا لك اللجنه، معليش. لكن جامعه باتنا مثلا ناقشت فيها بزاف، سالت الزملاء، نعيط نسقسي على اللجنه مثلا شكون في اللجنه، يقولوا لي يا بروفيسور انا هكذا باش الطلبه يجيبوا ويكملوا الاعمال ويدعوها وما يعطلوش، من بعد اللجان يوليوا اللجان وكاين فيها اجال من الناحيه القانونيه، ما تنساوش مذكرة تقرر تناقش في 2019 2020 قادر بالتسيب تاع الباحث هذاك تقعد حتى العام الجاي 2020 2021. لذلك هم كي داروا، شوفوا هنا الأطروحة تاع الأستاذة بن مكي ما فيهاش اللجنة، نحاوها. لو كان جاء في بعض الجامعات يديروا اللجنة ودارت الأستاذة بن مكي أكيد راح تلقاو هنايا الجدول تاع لجنة المناقشة، وتلقاو الأستاذة بن مكي لزمت نفسها والزمتها انا كمشرف انها ما دام مشات هنا باللقب والاسم لازم اللجنه كامل تحطها باللقب والاسم. لذلك نهار ما غلفت الاطروحه وحطتها في المكتبه الجامعيه بعد استلام باش تستلم الشهاده، هذاك النهار لو كان تروحوا الان تشوفوا اطروحتها رايحين تلقوا انها التزمت باللقب ثم الاسم مثل ما التزمت به، مثل ما يجب ان تلتزم به. طبعا يفترض فوق تحت اعداد الطالبه قلنا في كيما الماستر مثلا ممكن يطلبوا منكم، كان نشوف هنا في سؤال تاع الدكتوره رسيل عبدو، شكرا دكتوره، هذه كنت راح نشرحها كي كنت الفوق ونسيت، شكرا كي ذكرتينا. الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه غير محبذة في الكتابة على الرأسية، لماذا؟ لأنها تخضع للمراسلات الرسمية، نديروها في المراسلات الرسمية وما يحبذوش الأساتذة. لذلك أنا قلت لكم تبدأوا مباشرة
بالوزارة. شكرا دكتور على التذكير. إذن الطابلو هذاك اللي نحطوه لهنا إذا كان لازم هكتبوا أولادي تكتبوا دائما اللقب والاسم. بنبدأ باللقب والاسم في الخانة الأولى. عادة مذكرة الماستر تلقى فيها ثلاث أعضاء، فيها الرئيس والمشرف المقرر والعضو الممتحن أو المناقش. الرئيس نلقاو اللقب والاسم تاعو مع العضوين الآخرين، بعد ذلك الرتبة العلمية. وهنا يا المشكل الكبير، الطلبة تاعنا ما للأسف ينسوا بزاف الفكرة هذه. يشوف واحد يعيطولو دكتور يروح يدير له الدكتور، وواحد يعيطولو أستاذ هكذا في ثم في الكلية يروح يحط له أستاذ، هو ممكن يكون بروفيسور. الأستاذ هذاك نهار ما تلحقوا المذكرة كاين زملاء يديروا لنا النكت، يعني يرحموا الطلبة، يجي يناقشوا وكذا، ولكن يغيظوا الحال يقول لك أنا تعبت 5 سنوات باش جبت البروفيسورة، تعبت 6 سنوات ولا 5 ولا 4 سنوات على الأقل باش ديت الدكتوراه، ومن بعد الطالب هذا يعني ما يقدرش حتى يسقسي المشرف تاعو. عندك المشرف تاعك، عندك الإدارة. أنا كاين طلبة أحترمهم جوني للمكتب وطلبوا اللقاء على جال باش يقيدوا الإقراض تاع الأساتذة. هذا من الأدب العالي. إذا كان ما هدرتش مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ المشرف تاعك في هذا الموضوع، روح للإدارة وهز الرتبة الحقيقية للأساتذة. راك تروح لعميد الكلية يستقبلك، تروح لرئيس القسم يستقبلك، تروح للنائب العميد البيداغوجي يستقبلك، تروح للمسؤول الميدان ولا مسؤول التخصص. وإذا قال لك واحد منهم قال لك السنة ترى ما علمتش ما نعرفه، أو كان محاضر باس من اللي فات وقيل راح يتأهل ما سمعناش، لأنه للأسف كان بعض الأساتذة يناقشوا يخبي روحه، لو كان ما نلقاهوش في الفيسبوك ما نسمعوش فيه، حتى التهنئة باش نهنئوه ما كانش. مشكل. لا لابد للأستاذ أن يكشف عن إنجازاته باش يهنئوه الناس، باش يفرحوا له، باش نعرفوا الجراد تاعو الجديد. هي مهمة جدا. طلبته يسمعوا باللي فلان ويفرحوا لك الطلبة تاعك. إذا عندما نعرف الرتبة العلمية للأساتذة ونقيدها على نحو سليم، نبعد عن أنفسنا الكثير من الانتقاد ومن قلق الأساتذة. لاحظوا معي كاين رتبة أستاذ التعليم العالي بروفيسور، هذه نكتبوها أستاذ فقط خاصة في أطروحة الدكتوراه. ربما في الماستر نخفوا على أولادنا يسمع به بروفيسور يروح يكتب أستاذ التعليم العالي مثل ما هو جار. في أطاريح الدكتوراه الطلبة نطلبوا منهم يلتزموا بالتسمية القانونية اللي تجي في القرار اللي هي أستاذ. وبالنسبة للجراد الثاني أستاذ محاضر قسم ألف، وهي الرتبة التي يحوزها الأستاذ في دكتور العلوم ودكتور الطور الثالث اللي هي ألمدي بعد إنجاز ملف التأهيل الجامعي ومناقشته. كي نقش الدكتور اللي دا الدكتورة كيما دكتور العلوم مثلا يقعد مدة سنة وينجز أعمال، ينجز المقال وينجز المطبوعة الجامعية وعنده مداخلات وطنية ودولية، هنايا طبعا الدكتور هذا يحط ملف اسمه ملف التأهيل الجامعي ويمثل أمام لجنة. هذه اللجنة على مرحلتين، فيه لجنة خبراء يقدموا التقارير، ويوم المناقشة كاين 3 مناقشين وممكن حتى دعوة الخبراء للحضور بشكل شرفي ولهم كذلك أن يناقشوا، لأنه كاين بعض أساتذة التعليم العالي الكبار يجيوا يحضروا معنا ويناقشوا ويديروا رأي عادي جدا ويعضدوا اللجنة برأي سديد يوجه الباحث. إذن أستاذ محاضر ألف، أستاذ بروفيسور محاضر ألف، هذا هما الناس اللي يسميوهم رتبة مصف الأستاذية. هذا هما اللي عندهم حق الإشراف في الدكتوراه، حق وضع لزوفر تاع الدكتوراه، عروض الدكتوراه، حق المناقشات. على بالكم كيما الماستر الإشراف والمناقشات، لو كان يكون العد الكافي من الأساتذة من مصف الأستاذية، هذا هما اللي عندهم الحق من الناحية القانونية يشرفوا ويناقشوا باش المستوى يطلع. المجالس العلمية للكليات على مستوى موش الجزائر فقط، وإنما العالم كل، كي يكون العدد تاع الطلبة بزاف
وما يكونش للعدد كافي، هنا نولي المجالس العلمية تولي ترخص للفئات الأخرى، خاصة محاضر با اللي ناقش الدكتوراه وراه في طور إعداد التأهيل الجامعي، وكذلك المساعد أليف اللي راه مسجل في الدكتوراه وقادر يكون قريب يناقش الدكتوراه، ممكن نسمحوا لهم ب الإشراف أو بعضوية لجان المناقشة. الآن جل الكليات يعني الحمد لله أقل شيء أقل شيء تلقى في اللجنة دكتوران، يعني تلقى بروفيسور رئيس اللجنة مثلا ودكتور عضو مناقش، كما كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة خنشلة الآن الدكاترة أزيد من تقريب 45 دكتور بين مختلف الرتب، نلقاو ديما الرؤساء نحطوا تقريبا للبروفيسور ولا المحاضرين ألف، وتلقى ديما يعضدوا محاضر ألف معاه ولا محاضر باء وإلا محاضر مساعد ألف اللي قريب يناقش. وهذا طبعا مكسب كبير موجود الآن في الجزائر. نذكر في 2002 بدينا مع سي إسماعيل بوكرة، مع سي طراد، مع تافرونت، مع سي بوكماش، مع جماعة الأولين، بدينا في 6 أساتذة، والحمد لله اليوم الكلية راهي في 94 أستاذ جامعي منهم أزيد من 45 دكتور بين مختلف الرتب. إذن هذا الرتب العلمية لازم نسميوها بشكل صحيح، لأنه ما تقدرش أنت واحد مساعد ألف تحط له محاضر ألف ولا محاضر ألف تهبطوا المساعد ألف. كاين حتى أساتذة، أنا حضرت في جامعة من الجامعات الوطنية ما بغاش يجي الأستاذ، قال لهم غلطوا لي في الجراد، ما كانش ما نجيش. مزية كان عضو مناقش وبعث الاعتذار تاعو، دار فيه السبب انه عدم احترام الطالب الباحث لإجراء شكلي هام في الأطروحة، وهو إغفال. انت واحد بروفيسور منذ كيما سي بوضيات ربي يطولو في عمره، الجماعه الكبار تلقاه بروفيسور من 91 ولا 98، وتروح انت تحط له مساعد الف ولا محاضر با ولا حتى من الناحيه الادبيه. الطالب هذاك يوم المناقشه لازم له يعتذر اعتذار شديد امام اللجنه ويصحح الخطا. اذا بعد الرتبه العلميه تجي الجامعه الاصليه. الجامعه الاصليه طبعا هنا لازم تسميها ايضا مثل ما هي مسمات جامعه عباس الغرور خنشله، جامعة محمد خيضر بسكرة. عادة نسميو الجامعات بالتسمية الكاملة، وحتى إذا كان مراكز نسميوها المركز الجامعي مثلا باريكا، المركز الجامعي مثلا سمي مركز من المراكز الجامعية اللي مازال ما لحقتش المرحلة الترقية إلى الجامعة. بعد ذلك الخانة الأخيرة تجدون فيها الصفة، والصفة إما أن يكون رئيسا وهو رئيس الجلسة، ومن بعد نهضروا على الرئيس. الطالب يجي نهار المناقشة ولا يجيو الحضور ولا يكونوا يبداو يهضروا من رايهم، ويبدا هذاك الطالب يدير في تصرفات دون الرجوع إلى الرئيس. الرئيس هو أنا ديما نسميه الطلبة تاعي نشبهه بقاضي الجلسة، هو الذي يمتلك صلاحية تسيير الجلسة العلمية اللي هي جلسة المناقشة مثل ما يقرره القانون، ويراه مناسبا ويفرض الإجراءات الصارمة مثل ما يراها مناسبة. لذلك الطالب الباحث ينبغي له أن يكون أدبه رفيع يوم المناقشة باحترام اللجنة في عمومها والخضوع للإجراءات التي يقررها السيد الرئيس. الخانة الثانية ما تغلطوش الطلبة، كان اللي يحط الرئيس الأول ومن بعد يهبط المشرف الأخر، خاصة في أطاريح الدكتوراه تقدر تهبط المشرف الأخير ومعاه ربع أعضاء المناقشة، لأنه في لجنة الدكتوراه تلقى 6 مثلا، تلقى الرئيس والمشرف ومعاه 4 أعضاء ممتحنين. كاين طلبة للأسف المشرف تاعو يهبطوا لتحت خلاص، ولا يجيب الرئيس يحطو، ما يصلحش. لازم تنتبه يا طالب، احنا على مستوى الكليات هذه الحوايج رانا نحرصوا عليها أشد الحرص. أنا كعاد في الإدارة نقول لكم نحرص عليها مع النواب مع رؤساء الأقسام، بربي ما تفوتش حتى ويجيبها الطالب ترجع ويعاود قبل ما يجيب يدفع، لأنه عندنا حنايا من بعد الكلية عندنا حرج كبير باش نفوتوا كعمادة كلية، تفوت المجلس العلمي مع سي إسماعيل بوكرة ما تفراش، مع سي سعادنا رئيس الجريمة ما تفراش، وما يصلحش حنا كعمادة. لكن إذا كان صرا أنه المشرف نسى والأستاذ زواقري نسى والاستاذ العيد نسى والاستاذ اسماعيل نسى
وفات لجنة المناقشة، فثم تولي مشكلة ليس على العمادة وعلى الهيئات العلمية بالدرجة الكبيرة، وإنما على الباحث. اليوم المناقشة يتلام الباحث بشكل كبير، وإحنا العمادة والهيئات العلمية نكون في حرج شديد. لذلك أبناء الطلبة أنزلوا الرتب منازلها، وأنزلوا أساتذتكم منازلهم، واعملوا عملا متقنا حتى يتقبله الله وتتقبله لجان المناقشة وتقيمكم على نحو سليم. بعد ذلك نروحوا الآخر حاجة تحت الجدول، وهي السنة الجامعية. السنة الجامعية كي تجي تحط، انت راح تحط مثلا في باش تناقش مثلا في نقول له حطيت الآن 2019-2020، ما تقدرش تحط 2020-2021، تجتهد هكذا من راسك وتقول حقا انا درك الاطروحه تاعي المذكره تاعي نحطها درك، خاصه في اطراح الدكتوراه ممكن يقعدوا حتى لي فوت سبتمبر باش يناقشوني. اي باز خلي نحط لهم هنا، وهذه الحوايج قادر حتى الاداره ما تنتبهش والمشرف ما ينتبهش وتفوت. لازم تحط سنه المناقشه. كي تحط الاطروحه الكليه من المفروض، وهنا نوجه النداء خاصة للسادة الأساتذة، والله العظيم إخواني الأساتذة مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، أنه ننساو أحيانا رواحنا، وربما ما نبعثوش التقارير حتى نتفوت عليها أشهر وأشهر، ويعود الباحث مسكين يحوس والكلية تحوس وما تلقاش كيفاش تتصرف. إذا مشكل كبير. لازم الأستاذ يكون مسؤول مسؤولية تامة. كي تبعث لك الكلية تقول لك أعطيني التقرير كما ينص القانون مثلا في شهر، حتى نقول له الشهر ونص شهرين، لازم تعطيه في شهر ولا في شهر ونصف على الأكثر. هكذا أنت تكون خدمت روحك وخدمت الطالب تاعك وخدمت المسار المهني تاعك بشرف. افضل ما يعودوا يبعثوا لك يعيطوا لك في الهاتف احراج شديد، افضل ما يجتمع المجلس العلمي ربما يوما ما وتلقى روحك محذوف، تبعث التقرير تاعك يرجعوه لك يقول لك لقد تم اتخاذ قرار اخر. وهذه نهدرها على اعضاء المناقشين، انا نوليو نروحوا بالقضيه المضطرده، نروحوا للمشرفين. المشرف عندما يضيع واجباته ويضيع طلبته يبقى يستناو مساكن، يحوس يقول كي نحوس على المشرف تاعي ما نلقاش، مصيبة كبرى والله. انا هذه ما انت ما 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 نديرش ما 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 نتصورهاش خلاص، لانه المشرف انا ديما نتخيله هو الاب الروحي العلمي للطالب. ما يبقاش الطالب يحوس على المشرف تاعو ما يلقاش، ويحوس باش يعلق ما يلقاش، باش يقيم وما يلقاش، باش يسني له ورقة تاع التسجيل ما يلقاش. مشكلة هنا في الحالات هذه. أنا نقول الطلبة دير طلب للمجلس العلمي للكلية، والمجلس العلمي للكلية يشوف يوجه خطاب رسمي للأستاذ، يا يلتزم يا يقدم تنازل ويعينوا له مشرف يريحه ويريح الكلية. إذن هذا شيء مهم. الله غالب وقت الحصة انتهى. أنا الآن مرتبط بندوة أخرى حول التعديلات الدستورية، مضطر أن أعود على الساعة 6 إن شاء الله مع جامعة المدية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أبناء الطلبة بنات الطالبات، كشي ما كاين أسئلة نشوفوا إن شاء الله التعليقات. عندنا هذا الطالب يسأل متى يتم دفع مذكرة الليسونس. لا تقلقوا بنتي، ما تقلقيش، مذكرة الليسونس ما نسموهاش مذكرات، راهي عبارة عن أعمال عروض بسيطة في حجم 20-25 صفحة، تنجزوها في موضوع معين، وهي تمهيد للتدريب المنهجي في الماستر. هذه تفهمنا عليها ودرنا لكم إعلانات على مستوى موقع الجامعة، روحوا رجعوا الإعلان تلقاوها إن شاء الله في سبتمبر. راهي قررت وزارة التعليم العالي نهاية أوت وحتى سبتمبر عندنا من 4-5 أسابيع فيها مناقشة فيما يخص الدروس اللي راهي على الأرضية باش تستوعبوها مليح. ومن بعد في خلال هذيك 5 أسابيع كاين مناقشات الماستر بالنسبة للطلبة اللي كملوا موفقين، وكاين التقييم في الأعمال التطبيقية
جميعا وبما فيها هذه المذكرات البسيطة، الأعمال الصغيرة للتخرج في السنة الثالثة، واللي طبعا رايح يقيموها السادة الأساتذة، تكونوا مع بعضاكم. كاين طرق للتقييم، ممكن تدفعوا لهم يصحوا لكم مباشرة، وممكن ثم الأستاذ يختار عينات كما درنا احنا العام اللي فات. اخترنا عينات مثلا وناقشناها وقيمنا كل الطلبة. إذن بهذا ننهي إن شاء الله هذه المحاضرة الثانية، وعولنا اليوم نكمل الإهداء والشكر وما إلى ذلك، وندخلوا في المقدمة. معليش أي أفكار تجي والتفصيلات كي نطيحوا في مصطلح لازم نشرحوه باه نربحوا الوقت أولا، وباش الطلبة يعرفوا حقيقة إنجاز البحث الجيد. وهذا رهان كبير، رهان كبير. راكم تشوفوا في الفيسبوك يصرى خلاف ونقاش كبير بين السادة الأساتذة في مواضيع ذات صلة بالمذكرات هذه. لازم الطالب الباحث يسجل اسمه بأحرف من ذهب بعمل جيد موفق لا توجد فيه الأخطاء القاتلة التي توصل ربما إلى إلغائه أو إعادته لا قدر الله. إذن بهذا أنهي المداخلة. راني ما شفتش أسئلة باستثناء التعليق تاع الأستاذ عبدو وهذا الطالبة. إذن كشي ما يكون إن شاء الله حاجة أخرى الأسبوع القادم بحول الله، أنا نبدأ بها نشرحها، ونتلقاو بحول الله يوم السبت المقبل في نفس التوقيت. بارك الله فيكم على حسن المتابعة، وفي الأخير دعواتكم دائما للوالدة المرحومة، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.